النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مشروب سهل قوي عشان يرفع المناعة. هو عبارة عن مية سخنة وهنحط عليها ليمون في إزازة كده، ونسيبها بقى منقوعة، وبعدين نبدأ نشرب منها طول النهار. بقى نفضل نشرب منها، مفيش غير إنها هي مية سخنة وعليها ليمونة متقطعة كده 4 تربع. طبعا الليمونة مغسولة والمية سخنة، ولما تقدري تشربيها سخنة أو لما تبرد، المهم إن هي مية سخنة ونحط عليها ليمون ونسيبها منقوعة شوية ونفضل نشرب منها طول النهار. دي إن شاء الله ترفع المناعة كويس أوي.